تمام، معانا عبر الهاتف واحد من اهم نجوم الكره المصريه على مر التاريخ واهم حراس المرمى اللي حرسوا مرمى منتخب مصر، الكابتن الكبير كابتن نادر الساده. كابتن نادر صباح الخير، مشرف ومنور. كابتن كريم اهلا بيك وتحياتي ليك ولكل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ طمني عليك. كله تمام، يا كله رب تمام دايما. الحمد لله. رايك ايه في مباراه امس، مباراه الاهلي والوداد وخساره النادي الاهلي على المستوى الفني؟ ما فيش شك ان الخساره دايما بتبقى مؤلمه جدا بالنسبه للناس يعني، انما لازم الناس كلها يكون عندها او خلاص يعني، تطور العالم دلوقتي وبعد الاطلاع كمان على الكره الاوروبيه والكره العالميه ان ده هو الحل من المحال. ودايما وابدا الفشل هو خطوه من خطوات النجاح يعني. عظيم. فحتى لو حصل فشل في بطوله او في مباراه يعني احنا مش هنبعد لبعيد يعني، واحد من النماذج اللي احنا كلنا بنفتخر بيها وهنفضل نفتخر بيها دايما صلاح، لعب اربع مناسبات مهمه جدا 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 في حياته، وادى في كل واحده منها باقوى ما يمكن، وبيطلع من خساره الى خساره ثانيه، انما ما زال اداؤه هو وثابت في المستوى، سواء كان في تصفيات كاس عالم او في بطوله افريقيا او في دوري انجليزي او في تشامبيونز ليج يعني. فانا قصدي في ايه، ان الحقيقه طبعا انا شايف ان الناس كلها بتتكلم وبتنتقد موسيماني وبتنتقد اللعيبه وبتنتقد انتقاد شديد قوي 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 قوي، يكاد يكون ان اللعيبه دي ما عملتش ولا حاجه. فالحقيقه يعني طبعا ما فيش شك ان في احترام للزعل، انما المزايده على الزعل الحقيقه او مزايده على بعض الجماهير المحبه للنادي او المتعصبه للنادي، هو ده الشيء الحقيقه اللي بيزعل يعني، وعنده تحفظ كبير عليه. بالتاكيد. طيب عايز اسالك تحديدا على محمد الشناوي، وبعض الناس حملوا الهدف الاول لمحمد الشناوي والهدف الثاني ايضا لمحمد الشناوي، تقييمك للهدفين امس؟ محمد الشناوي خارج التقييم الحقيقه، لان هو قدم كتير جدا في الفتره اللي فاتت سواء كان مع النادي الاهلي او مع المنتخب، انما ممكن جدا في مساحه للعتاب، في مساحه للعشم مع الشناوي، في مساحه لان احنا ان انت السند بتاعنا وان انت الظهر بتاعنا، احنا دايما بننتظر منك انك انت في المباريات المهمه تكون دايما موجود. وارد جدا يحصل ممكن يحصل سوء تقدير، وانا دايما بقول ان مفيش حاجه اسمها هدف خطا للحارس، انما هو نسبه في الخطا، لان في الاخر مين ادى فرصه للاعب ان هو يدخل، مين ادى فرصه للاعب ان هو يشوط، مين ادى يعني. صح. ففي الاخر المكسب بيتحمله الجميع والخساره بتحملها الجميع. صح. انما نقدر نقول ان احنا عشاننا في الشناوي كبير قوي، فعشان كده احنا كنا نتمنى ان يحصل كذا 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 كذا. انما ده ما يقللش ابدا من الشناوي كواحد من العلامات البارزه جدا. اي من الهدفين حاسس ان هو يتحمل فيهم نسبه اكبر من المدافعين واللاعبين اللي سابوا مثلا لعيب يشوط او يتحرك؟ بغض النظر اكيد انا بقول دايما ان اي هدف يدخل مرمى الحارس بيتحمل جزء من الهدف، مش لازم بقى 10% 20% 30% 50%، انما طبيعي جدا، انما ممكن يكون ان كان فيها. وانا دايما لما بحكم انا ما اعرفش الموقف ايه، ما اعرفش هل هو كان مصاب، هل هو ما كانش جاهز، هل هو اتزحلق وهو في الملعب، هل هو يعني فاهم. فهي النقطه كلها ممكن الواحد يقول رايه مع التحفظ يعني، ما اقدرش اقول راي مطلق كده. انما انا شايف ان الشناوي ادى مباراه كويسه وكان ليه مواقف كتيره جدا كويسه في المباراه، ممكن ان فيها نوع من انواع سوء التقدير او ما كانش مقدر الكوره بشكل كويس، لان لو كان في تقدير للكوره بشكل اللي هو المتعارف عليه بالنسبه للشناوي كان ممكن ان هو يوصل للكوره الاول ما يعملش تراي من بعيد، الجول الثاني كان ممكن ان رد الفعل كان اقوى بكتير من الكوره ما كانتش قويه قوي، فبالتالي كان ممكن يكون عنده فرصه ان هو يمسك الكوره او يلعبها لبره. فانا دايما لما باجي اتكلم او بحلل هدف من الاهداف بقول كان ممكن يعمل ايه عشان ما يجيش الهدف، انما مش ان الهدف غلطته او مش غلطته. صحيح، عظيم جدا. طيب عايز اسالك على محمد عواد ومحمد ابو جبل. محمد عواد تالق في مباراتين مع الزمالك وبعد كده رجع تاني محمد ابو جبل يشارك مع نادي الزمالك، رايك ايه في فكره تدوير او دخول محمد ابو جبل عشان ينضم لمنتخب مصر في تشكيله نادي الزمالك؟ لا هو فكره التدوير ده انا اتكلمت فيها قبل كده، ان لازم يحصل تدوير في الحراس وقت ما حتى كان جنش موجود مع الفريق. يعني هو مش ذنبهم يعني ان هم ثلاث حراس يقدروا يكونوا رقم واحد،
يعني سواء كان عواد او ابو جمل اوس او جنس وقتها. انما ما دام عندك اثنين حراس كويسين في نفس المستوى فوارد جدا يحصل تدوير. مش معنى ان عواد لعب فهو افضل من ابو جبل، او معنى ان ابو جبل لعب فعواد مش كويس، بالعكس هما الاثنين حراس كويسين ولازم استفيدوا بيهم هما الاثنين. يعني انت شايف مشاركه محمد ابو جبل وقت تالق محمد عواد ده عادي؟ عادي جدا، عادي جدا. ممكن تالق ابو جبل بعدها يلعب عواد. وانا ده اللي انا كنت افضله من فتره طويله جدا مع عواد وابو جبل وكده. عظيم عظيم جدا. كابتن الكبير كابتن نادر السيد حارس مرمى منتخبنا المصري الاسبق وحارس النادي الاهلي والزمالك وعدد كبير من الانديه، اشكرك شكرا جزيلا.